لقد رأى الفاروق عمر رضوان الله عليه الصديق رضي الله عنه في رواية مدليا لسانه، وفي رواية وهو آخذ بلسانه، وفي رواية وهو يدبذ لسانه، فقال: ما هذا الذي أراك تصنع؟ ما هذا الذي تصنع يا خليفة رسول الله؟ لأنه أمر عجيب، الخليفة وعقله أرسخ وأوزن من الجبال، ولكن هذا الذي يقع منه لا تفسير له إلا أن يفسره هو. فقال: ما هذا الذي تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، يعني أوردني الموارد التي يخاف من عاقبتها ومآلها. فهذا هو الصديق رضوان الله عليه، وعنده هذا التوقي من كل ما يلفظ به بلسانه وما وقع منه تجاه عمر رضوان الله عليه عندما قال له كلمة كرهها عمر، ثم أراد الصديق أن يسترضيه فقال: اغفرها لي. فقال: والله لا أفعل. فقال: اغفرها لي. قال: والله لا أفعل. ثم مضى لشأنه، وذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخذ بثوبه حتى بدت ركبته، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما قال: أما إن صاحبكم قد غامر، يعني دخل في غمرة خصام قد خاصم، وهذا الخصام جعله قد ذهل عن هذا الذي وقع منه إذ يبدي ركبته وقد أخذ بطرف ثوبه. فلما جاء قال: يا رسول الله، كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فقلت له كلمة كرهتها، ثم قلت له اغفرها لي، فقال: والله لا أفعل. وأما عمر رضوان الله عليه في الجانب المقابل، فإنه بعد أن قال ما قال للصديق ذهب إلى بيت أبي بكر، فطرق الباب فقيل: من؟ قال: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا، كان قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمعر وجهه حتى خشي الصديق أن يغضب على عمر فيغضب الله تبارك وتعالى على عمر، فجثى على ركبتيه وقال: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله بعثني فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وإن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين، فلم يؤذ بعدها قط. فيتوقع من أمثال هذه الكلمة، وقال القول نفسه أو قريبا منه لربيعة الأسلمي عندما قال له كلمة كرهها، فقال: ردها علي حتى يكون قصاصا، فأجله وأكبره أن يرد عليه كلمته، فقال: والله لا أفعل. فذهب الصديق رضوان الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ربيعة الأسلمي رضي الله عنه، فقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قال: يا رسول الله، كان كذا وكذا. فقال له: أجل، لا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل في ألفاظنا وفي أعمالنا وفي مرادات قلوبنا، ينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، لأن الحساب سيكون على كل صغير وكبير وكل ظاهر ومستتر، ولن ينفذ من هذا أحد أبدا إلا بأن يحاسب بالحسنات والسيئات. لذلك يقول سلفنا الصالحون: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي فهما أولى بحسناتي، لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي فهما أولى بحسناتي. ومن أحمق الحمق أن يقع المرء في الغيبة، لأنه لا يغتاب إلا من يكرهه، أفتهدي لمن تكرهه حسناتك؟ ما هذا السفة؟ ما هذا الحمق؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله رب العالمين، وأن يجتهد في فعل الخيرات والبعد عن السيئات، والله يتولانا برحمته أجمعين.